كويتية صنعت لنفسها وللكويت أمجاداً نحتت حروفها على براءات اختراع في الطب والهندسة والتكنولوجيا، فاستحقوا كل أنواع التكريم والجوائز العالمية والإقليمية. وإن كانت الحاجة هي أم الاختراع، فإن خدمة الوطن ورفعته هي الغاية التي يسعى إليها المبتكرون. أول اختراعاته كان منذ 45 سنة حين اكتشف مادة تستخلص من سمكة الشم، ومن هذا البحث بدأت القصة وبدأت الاختراعات تتوالى واحدة تلو الأخرى، حصيلته إلى الآن 8 براءات اختراع. الله خلقني هالشكل، إن أول شيء أنا أحب العلم وأحب التعلم، فأنا أسعى دائماً أني أتعلم، دائماً يعني أدرس وأسعى وكنت في، أنا كنت أدرس في بريطانيا، وبعدين لما أخذت الدكتوراه أروح كل سنة إلى أمريكا لمؤتمرات، ما أفوت محاضرة ممكن أنا أستفيد منها. أنا عندي أبحاث بديتها أول شيء في التئام الجروح والقروح، اكتشفت أن مادة أستخلصها من سمكة الشم من مياه الخليج تسرع في التئام الجروح، تقريباً توفر 60% من وقت التئام الجرح. بعدين فكرت أني أعالج قروح السكر المستعصية اللي يعني تأخذ وقت طويل عشان تعالج، وفي بعض الحالات ما تلتئم القروح ويؤدي إلى بتر الأطراف إلى آخره. تم علاج مرضى عندهم قدم السكري وبموادي، لازم أكون واضح هذه في الحالة هذه، وشفائهم، وكان يعني حقيقة الشفاء كان وايد ملفت للنظر. من 45 سنة كان هذا الاكتشاف بداية البحث اللي وصلنا اليوم. غير الآن أنا عندي التئام الجروح والقروح، هذا في براءة اختراع، عندي براءة اختراع في شد العضل والمشاكل الجهاز العصبي، بعض ألام الجهاز العصبي وبعض الأمراض الجلدية، هذه براءة اختراع ثانية. عندي براءة اختراع ثالثة على الالتهابات. الباحث والعالم جاسم الحسن، قمة إنتاج العلم اليوم اكتشافه بحث في علاج سرطان البنكرياس وآخر في علاج السكر، والذي يعتبر فتحاً علمياً جديداً. احنا ركزنا في شغلنا بالاتفاق مع الجهة اللي تعمل معاي عفواً في أمريكا، المركز كبير جداً عالمي اسمه MD أندرسون كانسر سنتر، هذا أكبر مركز في العالم لعلاج وأبحاث السرطان، تابع لجامعة تكساس، مقره في هيوستن. تم الاتفاق أن نشتغل على سرطان البنكرياس، لأن سرطان البنكرياس ما له علاج في العالم، وهو أخطر سرطان قاتل على وجه الأرض، والمريض يعني حياته محدودة جداً إذا أصاب هذا المرض وما له علاج، وفعلاً قدرنا نشتغل في البنكرياس، ولله الحمد تم علاج هذا الكلام كله على فكرة في حيوانات التجارب مو في البشر، تم العلاج الحيوانات المصابة بسرطان البنكرياس، هم يدخلون فيها هناك عندهم، يدخلون فيها المرض سرطان البنكرياس في البنكرياس، وتطلع في خلال 15 يوم، ما بين 10 إلى 15 يوم ورمة سرطانية في البنكرياس، ثم تعالج في مادتي تقضي عليه على السرطان، وهذا يعتبر فتح يعني عظيم. وعندي أيضاً بحث في علاج السكر، علاج السكر، والبحث اللي عندي تم على داء السكر، هذا أنا أعتبره هو مع علاج البنكرياس قمة إنتاج العلمي وجهد العلمي في حياتي كلها، اللي هو 45 سنة أنا أشتغل عليه الآن. علاج السكر هذا اللي احنا طبقناه فقط على حيوانات التجارب. الميزة أو الشيء العجيب جداً في بحث علاج داء السكر إن إحنا نعالج الحيوانات اللي فيهم داء السكر النوع الأول تايب 1، اللي يكون عنده عادة من الأطفال وما لهم علاج إلا أخذ إبر الأنسولين. إحنا عندنا علاجنا في الحيوانات عاد تكوين البنكرياس
وخلايا البيتا سيلز اللي تفرز الانسولين، وهذا مثبت، وهذا في براءة اختراع. فالان ومو بس هالشكل، طلع ان عندنا مو بس البنكرياس تستفيد، احنا عندنا الحيوانات التجارب بعد فترة تطلع عليهم اعراض اخرى ناتجة عن داء السكر، طلع عندهم فشل كلوي، طلع عندهم تليف بالكبد، طلع عندهم مشاكل بالقلب، مشاكل الجهاز العصبي، العيون تتأثر شبكية، الغدة التناسلية، كل هذول يتأثرون. احنا العلاج اللي عندنا، احنا يعني انا كان تفكيري واملي ان احنا نسوي شيء حق داء السكر، طلع ان هذا هو الواجهة، لكن وراء الأعضاء الأخرى والأنسجة كلها تستفيد أيضا مرة واحدة. وهذا اللي راح يشكل قفزة وثورة علمية طبية عالمية لا يمكن التنبؤ بأبعادها أو حدودها. كان غيضا من فيض. عالم الابتكارات في الكويت يزخر بسجل حافل بالإنجازات العلمية التي تخدم البشرية في بيئتها وصحتها واقتصادها. كويتيون من النوع المثابر المبادر يرفعون للوطن الغالي رايات السمو بين الأمم، كدولة جعلت الاستثمار البشري عنوان تنميتها الشاملة والمستدامة عبر الأجيال المتعاقبة. فالعقل الكويتي يساهم بأفكاره النيرة واختراعاته البناءة في تحسين حياة البشرية في مختلف المجالات التي تلامس كل تفاصيل حياتنا في أبعادها الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.